اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا. ابن بطوطه المصري، رحاله مصري الحقيقه، لقب بهذا الاسم لانه بيجول العالم ويجوب العالم بحقيبه ظهر للتعريف بالحضاره المصريه والاثار المصريه والمقاصد السياحيه المصريه المختلفه حول العالم. 9 سنين بدات رحلته وزار فيها حتى الان اكثر من 90 دوله، اكثر من نصف عدد دول العالم، وبيحلم بالمزيد للترويج للسياحة والأثار المصرية وأيضا تعريف المصريين بثقافة السياحة والسفر في كل أنحاء العالم. خلينا نرحب بضيفنا في الاستوديو، أستاذ عادل أحمد نيازي، صاحب مبادرة حول العالم بحقيبة ظهر للتعريف بمصر وحضارتها وأثارها العريقة. أستاذ عادل أهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك وسلام. طيب وحضرتك؟ طيب استاذ عادل، خلينا نتكلم في البدايه عن الفكره، ازاي جات لك فكره السفر حول العالم بحقيبه ظهر، ومن قد ايه بدات، وازاي بدات هذه الفكره؟ انا بعشق السفر من وانا صغير، دايما بحلم اسافر، دايما بحلم الف العالم كله. فكره السفر كان حببني فيها هو بابا، دايما كنت اسافر معاه، دايما بروح معاه اماكن كتير جدا، فكبرت عندي الفكره ان انا دايما كنت بحلم اشوف المطار، يعني دايما بحلم اسافر اشوف بس المطار القاهره، نفسي اشوف دول تانية ثقافات تانية، لحد ما جات لي الفرصه وبدات اسافر كتير. فبحب اسافر خفيف خفيف دايما، يعني ما بحبش اشيل شنط معايا كتير، ما بحبش اشيل اي حاجه. دايما جات لي فكره ان انا اسافر بشنطه على ظهري، باك باك، واتشهرت وتعرفت دايما ان انا اسمي باك باكر مونديال، يعني دايما بسافر بالشنطه اللي على ظهري والف بيها العالم. فكلمه مونديال جايه من كلمه اسبانيه حول العالم، ف جات لي الفكره دايما احب اكون خفيف خفيف، احب اشيل شنط، احب الناس كلها تبقى تسافر بنفس الفكره. فده جات لي المبادره ان انا اعمل ده بسهوله واخلي الناس تسافر دايما بكل بساطه. امتى بدات الفكره تتنفذ على ارض الواقع؟ واضح انها طبعا كانت حلم معاك من زمان، لكن امتى بدات بالفعل على ارض الواقع؟ وهل كنت بتدرس؟ هل كنت طالب وقتها؟ كنت في جامعه لسه، كنت دايما بحلم اسافر دايما، فطرحت الفكره على بابا، فقرر ان هو يساعدني ان انا اطلع اول مره، كانت شهر 2 2012 او 11، وساعدني ان انا اطلع اول بلد وسافرتها، وده كان اول حلم، ورحت المطار ورجعت من المطار. كان اول بلد ايه سافرتها؟ اول بلد كانت تركيا، دي كانت اول بلد اسافرها في حياتي. زرت كم بلد لغايه دلوقتي؟ زرت 91 دوله، مبسوط ان انا حتى كان الكورونا ما كانتش سبب كبير ان انا اقف، وما زلت مكمل ومسافر حتى في الفتره دي، ما زلت بتكمل الجولات حول العالم. مش كل رحلاتي اب تو ديت كلها، وهي بس يعني الشهر ده اللي تقريبا وقع مني، والفتره بتاعت المطار اللي ما كان مقفول مطار القاهره دايما. اكيد وانت مسافر كل بلد بيكون عندك انطباع قبلها، يعني ايه الحاجات اللي توقفت عندها في الرحلات الطويله دي والرحلات الكتيره واتفاجئت بيها لما سافرت البلاد دي؟ الثقافات المختلفه، يعني انا بحب دايما اشوف حاجات جديدة، حاجات مختلفة، ناس جديدة، لغة جديدة. السفر علمني كتير قوي، علمني لغات كتير، تعلمت بسبب 7 لغات تقريبا. بحب اشوف اكل جديد. ايه اكتر اللغات اللي انت يعني بقيت محترف قوي فيها؟ انا اسباني، بتكلم بطلاقة اسباني، كنت بتكلم بطلاقة ايطالي وبرتغالي وروسي واوكراني كمان، وطبعا بجانب الانجليزي والعربي، بس الاسباني هو دلوقتي هو اللغة اللي بس بتساعدني كتير ان انا حتى حول العالم، كل امريكا الشمالية واللاتينية، كل الكاريبي حتى بتكلم باللغة بتاعته، فبروض لمصر ازاي باللغة دي بطريقة كويسة. ايه اصعب الحاجات اللي بتقابلك في الجولة بتاعتك دي، خصوصا انك يعني المبادرة او يعني فكرتك غير هادفها للربح، وانت بتعتمد بالزبط فيها بس على جهودك الشخصيه والذاتيه؟ بالظبط. اكتر حاجات اللي بقابلها صعبه هي الفيزا. دايما دي بتبقى صعبه جدا، ان انا ازاي اطلع الفيزا، ازاي اسهل على ده. فطبعا موضوع الفيزا ده موضوع صعب جدا بالنسبه للمصريين بالذات. فده اتمنى ان حد يكون سمعنا ويشوف سهل لنا حوار الباسبور المصري ده، لان انا بدات اتكلم مؤخرا اشوف الباسبور المصري ايه قوته. الباسبور المصري دخلنا تقريبا 60 دوله من 195، 17 بس فيزا فري، فده صعب جدا. حتى افريقيا صعبه، ما بنعرفش نسافر حتى في افريقيا، دول عربيه ولا دوله عربيه بنعرف نسافرها، فده برضو من الحاجات اللي بتزعلني. طب ايه الدول اللي ممكن تدخلها بالجواز السفر المصري؟ الدول في الكاريبي بسيطه جدا، دول عربيه مثلا زي لبنان، زي الاردن، حتى لبنان فيزا عند الوصول وليها شروط صعبه كمان، لازم يكون معايا 2000 دولار.
الأردن هي تقريبا هي الدولة العربية الوحيدة اللي ممكن يدخلها بدون فيزا. الدول العربية كلها من أول المغرب لحد الإمارات كل الدول دي بندخلها بفيز. أفريقيا كلها تقريبا بندخلها برضو فيزا ما عدا 4 دول. أمريكا الشمالية كلها فيزا، أمريكا الجنوبية كلها فيزا ما عدا 2 دول، ومنهم واحدة تقريبا لغت حوار الفيزا الفري اللي هي الإكوادور. فصعب أوروبا ما بندخلش ولا دولة فيزا، آسيا دول بسيطة جدا، فصعب جدا. فنفسي لأن مصر كبيرة، مصر يعني الباسبور المصري ده لازم يبقى ليه باورفول وليه قوة إن أنا أعرف أسافر بيه. ده من أكتر حاجات نفسي فيها. أكيد أكتر الرحلات الممتعة وكانت شيقة بالنسبة لك؟ السفرية الأخيرة كنت في تنزانيا، دي كانت لسه المطار لسه فاتح، دي كانت أول دولة أسافرها في الكورونا. كنت في الجزيرة لوحدي، خدت القرار في لحظة أول ما المطار فتح، بقالي 4 شهور ما سافرتش، فطرت. دي كانت من أجمل الرحلات، سافرت 26 دولة في 25 يوم. دي كان نفسي أدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ودي كان بس للأسف ما حصلش نصيب. في واحد سافر 28 دولة في 3 أيام، واحد سافر 14 دولة في يوم، بس دي كانت من أجمل الرحلات. رحلة برضو كانت أمبلاند ما عملتش حسابها خالص، طلعت روسيا على اليونان على انجلترا ويلز ايرلندا اسكتلندا ايسلندا المانيا، سافرت رحله مجنونه كده برضو. فكل رحلاتي رحلات الان بلان دي بتبقى جميله جدا وبتبقى شيقه، دي من اكتر الحاجات. احنا عرفنا كمان انك عملت حاجه غريبه شويه، انك سافرت تتعشى في بلد وبتتغدى في بلد، يعني احكي لنا عن التجربه دي. انا مشهور الحمد لله بحته ان ازاي اسافر سفرات مختلفه مجنونه، وازاي اسافر بقى الاسعار، ازاي ممكن افطر في مصر واتغدى في بلد واتعشى في بلد وارجع انام في مصر تاني في يوم واحد، فازاي ده يتعمل. فده عملته على دول كتير جدا في قارات كتير. فده بحاول اوصل للناس ان السفر سهل، ممكن تعمل حاجه مجنونه حتى بس تغير من تفكيرك وتبقى مبسوط وانت بتعمل ده. فده اللي نفسي الناس تفهمه وتقدر توصله وباسعار بسيطه. كل حاجه سهله. هي الدنيا مش وردي، مش عايز اوصل الناس الدنيا وردي، بس الدنيا ممكن تعمل ده. مجرد اصلا الفكره ان انا افكر فيها هتسهل كتير قوي عليا، وتسهل هتخليك مبسوط. يعني انا قاعد في مصر اقوم افطر اتغدى في افطر في مصر اتغدى في الاردن اتعشى في اليونان وارجع انام في مصر. طيب استاذ عادل، اكيد وانت بتسافر حول العالم وكل الرحلات المتعدده دي وبلاد في قارات مختلفه، بتكون معاك صوره مصر، ويعني اكيد بتعمل لها ترويج وبتعمل لها تسويق في الخارج، مش بس المصريين يسافروا بره، كمان الاجانب يزوروا مصر. يعني لاحظت ايه المشكله هنا في توصيل الصوره الصحيحه عن مصر، وازاي نقدر بالفعل نوصل للخارج ونعرفهم بصوره مصر الحقيقيه ويزوروا مصر؟ للأسف الشديد كل ما بسافر باختلاف الجنسيات واختلاف البلاد، ناس كتير ما تعرفش مصر. دي من أكتر الحاجات اللي بتوجعني. لو حد يعرف مصر فمصر بالنسبة له هي أهرامات وصحراء وجمل بس. طبعا دي مش الحقيقة، يعني مصر جميلة جدا، القاهرة جميلة، الناس بتيجي مصر عشان تشوف الأهرامات بس، وبيندموا إنهم لما بييجوا تاني. لكن لما بوصل مصر بحاول ان انا اللغات اللي بتكلمها اقدر يا جماعه مصر لا فيها اماكن كتير حلوه، عندنا مثلا الناس تحب الغطس تعالوا دهب، عندنا تاني اجمل منطقه في العالم في الغطس، الاقصر واسوان، عندنا شرم الشيخ، الغردقه، البحر الاحمر كله جميل، عندنا النيل نايل كروز ناخدها في الاقصر واسوان، القاهره اسكندريه، الساحل الشمالي روعه، البحر عندنا جميل جدا، مش محتاج ان انا اروح الكاريبي او اروح اي مكان في اوروبا او اسيا عشان انبسط، اقدر اطلع عندنا. بس بحاول اوصل يعني اي الفئات العمريه تحديدا لاحظت انها مثلا مش واصلها المعلومات الكافيه؟ كله كله باختلاف الاعمار، الناس الكبيره عندها معلومات تاريخيه بس، يعني الاعمار الكبيره مثلا ستينات سبعينات بيجوا مصر عشان يشوفوا الاقصر واسوان كتاريخ، هم عارفين التاريخ، لكن غير كده الموضوع صعب. الشباب الصغيره لا، يعني انا في سفريتي الاخيره عملت كتير عشان اقنع ناس يسيبوا البلد اللي هم فيها، الناس ما حدش بيسافر، فانا لسه كنت في شهر كنت مسافر من شهر، اقنعت الناس يجوا مصر، سيبوا البلد اللي انتوا فيها وتعالوا في مصر، ولسه فعلا في ناس جايه لي بكره، وفي ناس جت عندي من كام يوم، لا بوريهم مصر. والناس دايما بيشوفوا مصر بشكل صعب، يعني ما فيش اعلانات بره عن مصر، ما فيش حاجه، ما حدش بيتكلم عن مصر، فبحاول ان انا اوصل اخد احلى صور اوصل لمصر، اوصل مصر بشكل او باخر للعالم، ده اللي انا اتمناه. طب يعني خلينا نتكلم عن الوسائل غير التقليديه في الترويج، احنا دلوقتي طبعا وسائل التواصل الاجتماعي هي المنتشره في العالم كله، متاحه للجميع وتقدر من خلالها توصل يعني اي فكره واي صوره لاي حد في العالم وانت في مكانك، قد ايه بتعتمد عليها كمان في مبادرتك او فكرتك السفر حول العالم للتعريف بمصر والترويج للسياحه والاثار المصريه؟ يمكن محظوظ بسبب سفر كتير على عندي بدات انا ما كنتش بتاع السوشيال ميديا، بكره السوشيال ميديا تماما، بس مؤخرا بدات ادخل على السوشيال ميديا.
الانستجرام عندي نسبة كبيرة جدا من الناس متابعيني مش مصريين، أجانب كلهم من إسبانيا من أوروبا من أمريكا، فبحاول على انستجرام أكتب بكل اللغات اللي أقدر أتكلم بيها، بوري الناس مصر بشكل تاني. إيه مصر فترة الصيف والكوفيد، وريت سافرت في مصر لحد ما، وريت الناس لا دي مصر، الناس كانت بتسألني هي دي مصر أنت فين؟ لا دي مصر. ده كله من خلال التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي هو رقم واحد في كل حاجة، هو هو بيعمل كل حاجة. ولما بسافر بقدر إن أنا أوصل ده كمان، يعني بوصل لازم أتكلم عن مصر، لأن مصر مش واخدة حقها. للأسف واضح للأسف. أنه من كلامك محتاجين لسه كمان نشتغل أكتر، محتاجين على الرغم من أنه في حملات ترويجية بالفعل، وفي يعني معارض خارجية بتقام للتعريف بالحضارة المصرية والمقاصد السياحية المصرية، لكن يمكن محتاجين ننتشر أكتر على السوشيال ميديا زي ما بتقول. السوشيال ميديا هو الأساس، الناس كلها قاعدة ماسكة السوشيال ميديا، بس محتاجة تتعامل بطريقة، يعني محتاجة أوصل للناس. يعني أنا ممكن أشوف إعلان عن بلد ما تشدنيش، بس مصر ده مصر، هي مش دولة تاريخية، ده مصر هي التاريخ. فإن أنا معرفش أسوق لمصر فدي صعبة. يعني أنا مش عشان هركب مثلا مترو مثلا في بلد ما أشوف مثلا كلمة مصر، مش ده مش ده. خلينا نتكلم استاذ عادل على فكره انه يعني هي المبادره شخصيه، وفكرتك يعني هي بالجهود الذاتيه بتحققها رغم طبعا اكيد التكاليف والصعوبات اللي بتقابلك. كلمنا عن التواصل مع اي جهه مسؤوله، اي هيئه تنشيط السياحه، اي جهه ممكن ترعى المبادره. للاسف هي مجهود ذاتي كله، اتمنى تبقى مبادره مثلا حد يشوفها، مصر الطيران مثلا. مصر الطيران يعني انا عندي فكر كتير لمصر الطيران، الطياره في حد ذاتها ممكن تبقى اعلانات جميله قوي لمصر، يعني اشوف بس الطياره من السماء اعرف ان دي جايه من مصر. طياره شكل يختلف، مصر الطيران ممكن اخلي ناس كتير سافر مصر الطيران، ناس كتير متابعاني على السوشيال ميديا. مصر يعني مصر الطيران شركه ممتازه، ولازم لازم لازم يبقى فيها افكار مميزه، افكار مختلفه. فعندي ناس كتير نفسها تسافر، نفسها تسافر حتى داخليا، مش عارفين حتى يعملوا ده. فمصر الطيران اتمنى، وزاره السياحه، وزاره الاثار، في حاجات كتير. يعني انا بروج لمصر بمجهود ذاتي في كل دول العالم على قد ما اقدر، وبجيب الناس تعالوا مصر. فحتى ايه من افكارك ممكن تطرحها لو تم تعاون بينك وبين يعني اي جهه ممكن تسهل لك فكرتك؟ يعني مثلا مصر الطيران، ان انا اخلي الناس تسافر مصر الطيران، مصريين الاجانب، حتى الناس الاجانب لما يجوا لا تعالوا مصر، ما تنزلوش ترانزيت، ما تروحوش اي بلد تانية، تعالوا على مصر الطيران. مصر الطيران نفسي ان هي مثلا شكل الطياره في حد ذاته يتغير، الرسومات التاريخيه لمصر، اشوف الطياره بالسماء اعرف ان دي مصر، اعرف ان دي مصر الطيران. ما وصلتش الافكار والمقترحات دي لحد مسؤول؟ للاسف ما حدش وصل. اتمنى بعد الحلقه دي يكون في مبادره كويسه لمصر الطيران، او اي حد يكون يسمعني توصل له وجهه نظري. طيب كلمنا كمان عن يعني احنا بنشوف بما انه المبادره او فكرتك هي ذاتيه وبجهود ذاتيه منك، في مبادرات شبه كده كمان بشكل غير رسمي، بس الحقيقه لقيت تفاعل كبير، زي مثلا اتصور كانك في اوروبا، اللي كانت مجموعه برضو من الشباب بيتصوروا في اماكن اثريه في مصر واماكن سياحيه، ويمكن اماكن احنا كمصريين مش ما نعرفهاش كلها، لكن الحقيقه ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لقيت صدى كبير جدا، وبعد كده يعني خدت بعض الشكل الرسمي او تبني من جهات رسميه. قد ايه فكرتك كمان ممكن توصل لحاجه زي كده، او يعني ايه المشاكل او التحديات اللي بتقابلك عشان تنتشر فكرتك بشكل اكبر؟ هي ان انا مفيش دعم، انا بس دعم ذاتي، فاللي هو انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اوصل للناس. اوصل ازاي؟ عن طريق السوشيال ميديا. المبادره دي كانت ممتازه، وفعلا سواء كانك في اوروبا موجوده، انا واحد من الناس عملت ده فموجوده، يعني بس ان انا اتصور كاني في اوروبا، الناس عايزه نفسها تسافر. يعني الناس بتحلم ان هي تسافر، حتى لو موجوده في مصر بتتصور، بس هي في اطار داخلي. طب اتصور كانك في اوروبا لما عملناها هنا من مصر، واماكن سياحيه واماكن مصريه واماكن يعني اثريه مختلفه، بما انك بتسافر الخارج كتير، يعني لمست التفاعل معها ازاي؟ الصراحه هي ما حدش يعني عشان كده بقول لك هي داخليه، يعني هي واصله على الاطار الداخلي، لكن الاطار الخارجي للاسف ما حدش يعني. هي زي ما قلت لك يا مصر ناقصها، محتاجه دعم رهيب، محتاجه دعايه مميزه، محتاجه سوشيال ميديا بلغات مميزه، لغات كتير، مش بس العربي والانجليزي، مش هي دي لغات ناس كتير ما بتكلمش اللغتين دول، فمحتاجين لغات توصل للعالم، الناس تشوف مصر بشكل تاني. فاللي هي المبادره او الحاجات دي تبقى على الاطار الداخلي بس اكتر. طب وانت بتسافر بره، الشباب دول كانوا الحقيقه شباب هنا في مصر، يمكن عشان كده المبادره وصلت اكتر داخليا زي ما انت بتقول، لكن وانت بتسافر بره ما فكرتش انك تتصور جنب الاماكن دي ويكون معاك صوره
دي وتوصلها على مواقع التواصل الاجتماعي، توصل للخارج بشكل افضل وشكل اوضح؟ بعمل ده من خلال السوشيال ميديا عندي، مثلا انا كاني هتصور اي صوره في مصر، لا بستخدم الهاشتاجز المناسبه لمصر، بستخدم حاجات كتير، بوصل الصوره دي لاصحابي اللي بره يشيروها، توصل لبلدهم، الناس الفولورز اللي عندهم تكبر، الموضوع اكبر، فبحاول انا اوصل ده، بس صعب، صعب لوحدي، صعبه جدا، لان انا يعني هتكلم على 10 اشخاص، 100 200 بتكلم على بلد، فانا محتاجه اوصل صوره البلد بشكل او باخر، فمحتاجه مجهود رهيب، ومحتاجه دعايه مميزه، لان مصر لازم تتشاف بشكل او باخر. اتكلمت بشكل اساسي على فكره اللغات اللي بتوصل للعالم، يعني مش بس هنعتمد على العربي والانجليزي، لكن كمان علينا ان احنا نتجه بلغات تانية. في سفرياتك وجولاتك المتعدده، ايه اكتر الاسواق السياحيه اللي ممكن نتجه ليها ونوصل لهم، نحاول نوصل لهم بلغاتهم وثقافتهم؟ اوروبا مميزه جدا، بيحبوا مصر جدا جدا جدا، اللغه الاسبانيه رقم واحد اعتقد، يعني انا لما سافرت حتى امريكا اللاتينيه وامريكا الوسطى بيعشقوا مصر، بس مش عارفين، ما بيعرفوش يجوا، اولا التكاليف بتبقى كتير غاليه عليهم، طيران بيبقى كتير، مصر الطيران للاسف ما بتوصلش للمناطق دي، فاتمنى مصر الطيران تقدر توصل للدول دي، او تقدر توصل كخطوط جديده للدول دي، هتساعد كتير الناس دي تيجي. اللغه الاسبانيه رقم واحد، يعني انا توصل تقريبا 700 مليون بني ادم ممكن يتكلم اللغه الاسبانيه. اللغه العربيه حتى لو ناس كتير تعرف مصر كمان دول عربيه، بس ما يعرفوش يجوا فين في مصر. يعني رغم ان احنا بتجمعنا طبعا اللغه والدين وكده، للاسف بيبقى في مشاكل. يعني حتى اللغه هم عارفين مصر القاهره شرم الشيخ، لكن اكبر من كده ما يعرفوا، ناس كتير ما تعرفش، محتاجين نسوق لده. اللغه الانجليزيه طبعا، اللغة الفرنسوية توصل لأفريقيا، الأفارقة ما بيجوش مصر. يعني أنا لما بتكلم عن مصر لما بسافر أفريقيا ما يعرفوش كتير، يعني ممكن يعرفوا كلمة مصر لكن إيه اللي في مصر ما يعرفوش. اللغة الفرنسوية دي أساسية، الألماني، لغات كتير، الصيني، يعني أنا ما أوصل لآسيا بيحب، أنا لما بسافر آسيا لا بيحب مصر جدا، بيحلموا يجوا مصر بس ما بيعرفوش. فما يعرفوش اصلا ايه اللي في مصر ممكن يشوفوه. طب هنا بتاخدنا لفكره الانماط السياحيه المتعدده اللي بتتمتع بيها مصر، مش بس السياحه الثقافيه كاثار الاهرامات الاقصر واسوان زي ما قلت، ايه الانماط السياحيه في مصر؟ احنا عندنا الحقيقه سياحه بيئيه، سياحه سفاري، سياحه صحيه اللي هي العلاجيه والاستشفائيه وما الى ذلك، سياحه دينيه كمان. ايه الانماط السياحيه اللي انت لاحظت انه ممكن نكون محتاجين نركز عليها اكتر الفتره اللي جايه بره، في الخارج حابين ان هم ممكن يجوا يشوفوها في مصر؟ من اللي شفته من الناس بره، اكتر حاجه بيحبوها البحر، يعني اوروبا دلوقتي تعبانين من البرد، نفسهم يجوا جو حر، برد، شمس، نفسهم يجوا يشوفوا بحر. طبعا شرم الشيخ دي جنه مش مركزين عليها، شرم البحر الاحمر كله محتاجين نركز على البحر الاحمر، الاقصر واسوان لان هي في الشتاء هي مشته، فالناس اللي بتحب التاريخ هتيجي، ممكن نعمل رحله مميزه بين الاقصر واسوان، ناخد حته من البحر الاحمر. صحيح، ممكن والاماكن دي كمان بقى فيها جزء بيربط السياحه الثقافيه من خلال المتاحف اللي تم افتتاحها في المناطق الشاطئيه سواء شرم الشيخ او الغردقه كمان مؤخرا. وفي مشكله كمان انا سمعتها من الناس اللي جات لي، مفيش طيران مباشر من المدن دي، من الاقصر واسوان مثلا لشرم الشيخ، لازم يجي القاهره، ينزل ترانزيت ويطلع من القاهره، مش 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 مش, مش لوجيك يعني. نسهل، لان ده والطيران لازم برضو يبقى سهل عشان الناس تعرف تتحرك بسهوله، فدي برضو من الحاجات اللي لازم نركز عليها. لان يعني الناس كتير جات لي من الاقصر لترجع القاهره تاني عشان تروح شرم الشيخ، طب يعني حد يعني خط ما فيش. بس دي من الحاجات اللي كانت صعبه جدا برضو، من قابلتني فيها مشكله او سمعتها من الناس. طيب اخيرا استاذ عادل، نحاول ناخد خلاصه تجربتك، يعني سفر في 91 دوله حول العالم اكيد حاجه مش بسيطه، بتشوف مصر في عيون الخارج وبتحاول تنقل لنا المقترحات او الافكار اللي ممكن تساعدنا نوصل بشكل افضل، ايه ابرز المقترحات دي لو هنقولها 1 2 3؟ ابرز المقترحات عشان اسافر بره، علشان الناس تعرف مصر بشكل افضل، عشان الناس تعرف مصر، يعني لو هيئه تنشيط السياحه حد بيسمعنا حد متابعنا، لو انت حابب تتواصل معاه، يعني احنا بالفعل كان معانا رئيس هيئه تنشيط السياحه، لكن لو انت حابب توصل الفكره وافكارك ومقترحاتك دي بشكل افضل للمسؤولين. نركز دلوقتي على البحر الاحمر بشكل كويس جدا، نركز على الطيران اللي يجي من اوروبا باسعار مميزه، لان دلوقتي هو فتره الشتاء فالجو برد جدا في اوروبا، فنركز على البحر الاحمر عشان دي هيساعد ناس كتير جدا ان هي تيجي. الطيران كل ما كان طيران سعره مميز الناس هتيجي. نحاول نعمل باكجات كويسه، نحاول نصور الاماكن بتاعت البحر الاحمر بشكل مميز، نعرف نعمل لها دعايه كويسه. دهب مش واخده حقها، دهب جميله جدا جدا جدا، طابه
فالاماكن دي لازم الرحلات تبقى مميزه. الرحلات انا اعرف اعمل رحله، اعمل لك باكج كده، مش هتيجي تقعد في فندق وتقعد على البحر، لا تعالى انا هعمل لك باكج مميزه بالطيران بكل حاجه، واوديك واجيبك وابسطك. فلازم نركز على البحر الاحمر، الاقصر واسوان ده وقتها. فالطيران لحد ما شغال في دول كتير تقريبا، العالم كله احنا فاتحين له تقريبا، فبييجوا تعالوا احنا فاتحين، واحنا من دول قليله جدا اللي احنا فاتحين، تعالوا مصر، الاقصر واسوان، تعال اعمل لك الاقصر واسوان، شرم الشيخ، اعمل لك رحله مميزه. فنعمل ده، لان ده لازم نركز. السوشيال ميديا، اللغات دي مهمه جدا، لان ما حدش بيتكلم انجليزي، ناس كتير ما بتتكلمش انجليزي. يعني ناس ممكن متخيله ان اوروبا الناس بتتكلم انجليزي كتير، فانا هكتب انجليزي فهيوصل، لا مش هيوصل. لازم يبقى فيه بوستات كتير بلغات مميزه، اسباني، انجليزي، ايطالي، فرنساوي، ايطاليا، الايطاليان بيحبوا مصر جدا، شرم من البحر الاحمر ده ايطاليان كتير، المان، فلازم نوصل ده. شمال اوروبا، الدنمارك، السويد، الدول دي بتحب جدا البحر الاحمر، فالبحر الاحمر هو الاساس دلوقتي، وده وقته، هو ده الهاي سيزون بتاعه. عادل احمد نيازي صاحب مبادره حول العالم بحقيبه ظهر للتعريف بمصر وحضارتها واثارها، بنشكرك شكرا جزيلا، ونحييك كمان على الفكره والمبادره، بنتمنى لك انك تستكملها وتزور باقي كمان دول العالم وتروج لمصر كمان بشكل افضل. نشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا بكده انتهت حلقتنا النهارده من المجله السياحيه، الاسبوع القادم بيتجدد اللقاء وحلقه جديده.